السلام عليكم ورحمة الله. بداية إن شاء الله اليوم حنتحدث عن الوحدة الثالثة، ترميز المحفوظات. حنتحدث عن يعني من المراحل تنتين، الترميز والترتيب، لأنهم هدول مرتبطات مع بعضهم البعض. فعشان هيك إحنا حنتحدث عن ترميز وترتيب المحفوظات، بالرغم من أن كل من الترميز والترتيب مفهومه الخاص، إلا أنه يصعب الحديث عن هاتين العمليتين بشكل منفصل. هنشوف عملية الترميز يعني هي عبارة عن الركن الأساسي في عملية الترتيب، إذ يساعدنا الترميز في ترتيب هذه الملفات في أماكن حفظها المعدة لها. فعشان هيك هذه نقطة مهمة جدا بالنسبة للمنظمة، بالنسبة لهذا لازم يكون اللي هو الترميز والترتيب لهما كل مفهوم خاص بهم، لكن مرتبطات مع بعضهم البعض، وهو الركن الأساسي لعملية الترتيب. الترميز هو الركن الأساسي لعملية الترتيب. فعشان هيك احنا هنتحدث، هنشوف ايش تعريف الترميز وايش تعريف الترتيب. اول حاجة هنا هنشوف تعريف الترميز: إعطاء أوعية حفظ الوثائق رموزا للدلالة عليها ليسهل بموجبه ترتيبها في الأماكن المعدة لحفظها وسرعة الوصول إليها عند الحاجة. يعني إنه إحنا بنعطي اللي هو رمز اللي هي الملفات التي تحفظ داخل المنظمة، وهذا الرمز قد يكون رقما حسابيا أو حرف هجائية أو خليطهما، الحرف مع الرمز معا في نفس الوقت. حنشوف يعني بالنسبة لهذه النقطة مهمة جدا، عشان اللي هو نشوف كيف بنرمز وكيف بنرتب اللي هي الملفات. يعني لازم احنا نرمز الملفات، نعطيهم رمز معين للدلالة على هذا اللي هو الملف، أو ممكن نعطيه حرف هجائي أو الاثنين معا. هنشوف اللي هو تعريف الترتيب: النظام الذي تتبعه المؤسسة عند وضع اللي هي الملفات في أماكنها، وبالتالي فهو الذي يحدد مكان الملف بالنسبة للملفات الأخرى وفقا لنظام الترميز اللي هو المتبع. حسب النظام اللي هي الترميز المتبع داخل المنظمة، إذا أنا رمزته بيساعدني في عملية الترتيب الملفات في أماكنها المحددة حتى تسهل عليها اللي هو الوصول إلى الملفات بشكل سريع. هذا بالنسبة لعملية اللي هو الترميز والترتيب. الترميز إعطاء اللي هي أوعية الحفظ رموزا أو حروفا هجائية أو الاثنين معا، ويتم من خلال هذا النظام المتبع بالنسبة للترميز احنا بنستطيع اللي هو ترتيب الملفات حسب اصولها. الان في عنا اهمية الترميز. حنشوف بالنسبة لأهمية الترميز، عملية الترميز يعني لها عدة فوائد حنشوفها. اولا تثبيت تسلسل الملفات ومكان حفظها. بالنسبة لهذه اللي هي اهم حاجة، يعني ترميز الملفات نستطيع إعطاء الملفات الجديدة رموزا متسلسلة مرتبطة بالملفات اللي هي السابقة التي تم ترميزها، وبالتالي تحقق التسلسل المطلوب. يعني أن الملفات الخاصة بموضوع أو نشاط معين تكون متسلسلة وفقا لنظام الترميز المتبع. وهذه اللي هي كيف الطريقة حنشوفها من خلال طرق الترميز، كيف بنعطي أرقام وبنبدأ إيش اللي هو نحفظ اللي هي الملفات حسب طريقة الترميز المتبعة. يعني ممكن احنا نعطي رقم واحد، نبدأ من رقم واحد إلى الأرقام هي إيش إلى ما لا نهاية، لكن الأحرف ممكن تكون لعند 28 حرف، لكن أفضل طريقة هي طريقة اللي هي الترميز اللي هي الأرقام. هذه نقطة. النقطة الثانية في عندي اللي هو تسهيل عملية الحفظ. تسهيل عملية اللي هي الحفظ هنا بإعطاء اللي هي ملفات
رموزا نستطيع وضعها مباشرة في مكان مخصص لها، حيث أن الأرفف أو اللي هو الأدراج تحتوي على رموز الملفات التي سوف توضع فيها. يعني ممكن احنا نقول اللي هو الملف اللي هو الملفات الموضوعة، يعني هذه نقطة مهمة جدا. كل سواء كان ملفات سواء كان اللي هي الأرفف، ممكن احنا نكون في لها أرقام معينة، من خلال هذه اللي هي الرموز نستطيع وضع اللي هي الملفات فيها مباشرة، حتى تسهل علينا عملية اللي هو الرجوع وحفظ اللي هي الملفات، المحافظة على الملفات ومحتوياتها. السبب هنا في ذلك أن الباحث عن الملف سوف يبحث عن الملف من خلال رمز هذا الملف، وبالتالي لن يكون هناك عبث في الملفات الأخرى. يعني احنا من خلال إعطاء هذا الرمز، من خلال معرفتنا لهذا الرمز، نستطيع اللي هو وضع الملف في المكان الصحيح مباشرة، حتى نستخرجه، حتى نوضع فيه اللي هي الملف المطلوب. رابعا، بحكي هنا من أهمية اللي هي برضو الحفظ. كمان أهم حاجة هنا سرعة الحصول على المعلومات، وذلك من خلال الوصول إلى الملف بسرعة بعد معرفة رمزه واستخراجه من مكان حفظه. يعني هذه نقطة كمان، يعني سرعة الحصول على المعلومات من خلال رؤيتي لهذا الرمز، أنا بعرف هذا الملف لإيش، ومن خلاله ممكن أستخرج هذا الملف وأوضع اللي هي الملف اللي هو بدي أحطه في هذا المكان، أو بدي أستخرج هذا اللي هو الملف. خامسا، بحكي المحافظة على سرية الملفات والمعلومات، وهذا سنتطرق في فصل الترميز ملفات بشكل عام. يعني كيف الملفات اللي هي لها دور وأهمية وسرية، كيف نتعامل معها في سرية وترميز هذه الملفات بالشكل المطلوب. في عندنا مشكلات الترميز، يعني ممكن تواجه بعض اللي هي تختلف، يعني طريقة ترميز الملفات من مؤسسة لأخرى، يعني في هناك اختلاف حتى المؤسسة نفسها بين الإدارات أو الوحدات ممكن تختلف في عملية الترميز. هذا فيواجه اللي هي بعض اللي هي المشكلات، اللي هي عدم وجود مكان ثابت لحفظ كل ملف من الملفات التي تتضمنها محفوظاتها، صعوبة استرجاع الوثائق أو البيانات أو المعلومات التي تتضمنها، تعترض الملفات محتويات تتعرض اللي هي الملفات ومحتوياتها للتلف السريع نتيجة اللي هي كثرة اللي هي البحث عن الملفات للوصول إلى الملف المطلوب استرجاعه، تكرار الملفات وازدواجية هذه، وتعذر ما قد يفقد اللي هي منها بعض اللي هي الأوراق، فهذه كلها تواجه عملية اللي هي الترميز.